ماذا أيضا عن الوضع الإنساني و يعني قدرة الناس على الحصول على الغذاء اليوم؟ الصورة تبدو أكثر صعوبة على مستوى مناطق غزة والشمال وقاتمة جدا. المجاعة باتت تدخل بيوت أكثر بالنسبة للناس. إذا كنا نتحدث عن الأطفال، هناك 16 طفلا وفلسطينيا استشهدوا من جراء سوء التغذية، الجفاف، ونقص المواد الغذائية والأدوية في مشافي الشمال، العدد الأكبر منهم، وطفل استشهد بالأمس في جنوبي القطاع. هذه أولا. ثانيا، المساعدات التي تدخل، هناك ملاحظات كبيرة من الناس. صحيح أنه يتم إسقاط كما حدث خلال الساعة الماضية وربما يتم خلال الساعة القادمة، لكن هذه المساعدات لا تفي باحتياجات الناس، خاصة في المناطق الأشد احتياجا، غزة والشمال. على مستوى الوسط والجنوب أيضا هناك احتياج، يعني هناك غلاء أسعار في المواد الغذائية الأساسية لأنه نادرة جدا وشحيحة. هناك كثير من المواد الأساسية مفقودة، يعني تجد بعض المواد الغذائية لا تكتمل فيها دائرة الغذاء، لا وجبات الفطور ولا وجبات الغذاء ولا غيره. وبالتالي نتحدث عن نقصان في هذه الناحية. غاز الطهي، الناس يحتاجون لأيام ربما لأسابيع حتى يتوفر لهم أنبوبة غاز واحدة. وبالتالي هناك مشكلة أساسية يعني يتحدث عنها الجميع هنا، سواء في الوسط أو الجنوب رفح أو حتى في مناطق غزة والشمال، هو أن الشاحنات التي تدخل لا تفي بأقل احتياجات الناس. وفي غزة والشمال الاحتلال يقيد وصول هذه الشاحنات، إن دخلت شاحنة أو شاحنتين يعني خلال اليومين أو الثلاثة الماضية، هذا لا يعني أنها تفي باحتياجات الناس، ويلاحقهم الاحتلال بقتل. الناس يواجهون خطر الموت، أن هناك أمراض بحاجة إلى بعض الأنواع المتخصصة من الأدوية، الخاصة من الأدوية، هذه غير متوفرة. حتى هنا كثير من الصيدليات حتى في محيط المستشفى فرغت من الأيام الأولى من الحرب، أرفوها فارغة، تذهب إلى صيدلية المستشفى الحكومي لا تجد هذه الأدوية. وبالتالي وضع إنساني صعب، هناك حالات وفيات بشكل شبه يومي في مرضى غسيل صفوف، مرضى غسيل الكلى يوميا نتابع يعني حمل جثامين للمتوفين أو الشهداء إلى ثلاجات الموتى. حينما نسأل يقولون لنا إنهم من مرضى غسيل الكلى، لأنه طابور طويل على يعني يتوزعون على 10 أو 15 سريرا داخل هذا المستشفى، لا يحصلون على حصتهم الطبيعية في العلاج ولا على حقهم، ناهيك طبعا عن المتأثرين بجراحهم الذين يستشهدون بسبب نقص الأدوية والعلاجات، ويلاحقهم خطر المجاعة الذي يأتي على كل بيت، يشتد الخناق على رقاب الفلسطينيين يوم من الحرب، إضافي يعني مزيد من الخناق على رقابهم. شكرا لك بس.